مساء الخير للجميع. الدراسة والتعلم من الروضة للتوجيه، تلقين حشو معلومات، امتحان، علامات، انتقل للمرحلة اللي بعدها. فمن الروضة للتوجيه، الروضة يعني يمكن الناس منكم يقولوا الروضة في الخليل في هذاك التاريخ. نعم، كان في روضة في هذاك التاريخ لست اسمها كان الست نبيها خوري، اجت من بيت لحم وفتحت روضة في الخليل ولبست إشارة زي الخلايلة، رحت داومت عندها في الروضة أول يوم، ثاني يوم نطيت عن السور وهربت ورجعت للحارة اللي أنا بعتقد كانت هي البيئة اللي بتخرج الواحد عن مفهوم التلقين. فمن أول يوم تجربتي من الروضة للمدرسة كان عليه وجهة نظر وتحفظ. هلأ موازي لهذا الموضوع، أنا I respect التدريس المنهجي وبالعكس كان له احترام وقيمة، لكن كان يزعجني مفهوم اللي حكيت عنه التلقين. بالموازي في إشي اسمه التعلم، التعلم اليومي، والحقيقة المعماري وبعتقد أي تخصص في الدنيا، الحارة اللي قعد فيها، المدينة اللي عاش فيها، الحياة اللي عاشها مع أهله ومع مجتمعه، هذا جزء لا يتجزأ من بناء المعرفة للإنسان. فأنا بشوف إنه التعلم من الأهمية بمكان توازي التعليم المنهجي، سواء من الأهل، من المجتمع. أنا رحمة والدي كان رئيس بلدية وكنت كتير وأنا صغير أكون معه، فما بتتخيلوا قديش أثرت وقديش أعطت مخزون. يعني مثلاً هو من الناس اللي بدأ في مفهوم أو موضوع أنه لازم يكون في حدائق للمدينة. أول حديقة للمدينة عمل كل جهده وبناها، لكن مع الأسف بعد الاحتلال هدموا المدينة وبنوا بنك يهودي سموه لؤمي وراحت الحديقة. فهذا كله بيكتسبه الإنسان كتعلم يومي في حياته، وبالأخص لواحد بده يشتغل في مفهوم العمارة، فهذا المخزون بضل في ذهنه وبطريقة غير مباشرة بفيده. التعلم لا ينتهي، يعني تفصيلة زي هذه يمكن قبل سنة أو سنتين أنا تعلمت من الحداد اللي اشتغلها، فهي استمرارية، موضوع التعلم لا يتوقف. هلأ مرة واحدة من مجتمع الخليل المحافظ طب اللي في ألمانيا، هذا الكرسي بيعبر عن مرحلة تاريخية مهمة جدا في العمارة، ما بدي أدخل في كتير تفاصيل. كرسي اسمه الباوهاوس لمدرسة طرحت مفاهيم لها علاقة بالحرفة بالفن وبالإبداع، كانت مرحلة كثير مهمة في تاريخ العمارة. هلا ما بين المقعد اللي فيه جزء منه كبير كان تلقيني، وما بين مفهوم الإبداع كان الصراع والتحدي الأول، كيف يمكن لي أن أتخلص من هذا الموضوع وأحاول أفكر. المعلومة تصلنا سبون فيلينج، دائما بنحاول إنه نتحشها، لكن مع الأسف المفروض لأي إنسان، أنا بعتقد لأي تخصص مش بس للعمارة، كيف أنت تبحث عن المعلومة، كيف تحلل هذه المعلومة وكيف تشتغل في هذه المعلومة. فهذا كان التحدي رقم واحد. تحدي رقم اثنين، طب مرة تانية اللي أنا في أمريكا لازم تجيب هالكرتونة. طيب ماشي، جبنا هالكرتونة اللي بكتبوا عليها PhD، وطالما أنت جبت هالكرتونة لازم تكون مدرس في الجامعة. بسبب ما اشتغلت التدريس اشتغلت المهنة، لكن كان في احتياج في هذاك الوقت، فطلب مني إني يعني أحاضر كمحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية لمدة 10 سنين. صدقوني هذه كانت من أنجح التجارب اللي مريت فيها في حياتي، ما بين المهنة والتعليم. وأعتقد إنه هذه برضو تحدي أساسي لكل جامعاتنا ولكل الأكاديميين، كيفية العمل التطبيقي ما بين
التدريس النظري ومن ثم التطبيق، لأن التنين بيفيدوا بعضهم بشكل كبير. غير العشر سنين أتيحت لي فرصة بأنه يعني يكون تأسيس قسم العمارة في جامعة البتراء اللي كان أيامها اسمها جامعة البنات، وكان الهاجس الأساسي أنه هدول المجموعة جاية من مدارس، أنا في مخيلتي وقد أكون غلطان لأنه هلا كثير في مدارس يعني الحمد لله عم تعطي مفاهيم شوي مختلفة، بس من الخلفية التراديشنال اللي كنت ماشي فيها مفهوم التلقين المعلومة، أخذنا سنة كاملة بدون ولا تمرين مباشر معماري، كانت كلها عبارة عن يعني أفكار يعني قد تكون فيها يعني مفاهيم مختلفة كليا عن التدريس. يعني مثلا اليوم قلت لهم انزلوا على البلد جيبوا مصيدة فيران، مصيدة فيران في إلها السبرينك، فكان التحدي بأنه يصمموا منها مركبة فيكل، واللي بي والمصيدة هذه قديش تمشي مسافة وفي وقت أسرع بيكون هو أحسن حل. وهكذا ما بدي أمشي فيكم في هالتمارين، بس حتى في يومها واحد إجت قالت لي إحنا جايين نلعب ولا ندرس؟ قلت لها لا جايين نلعب، حتى تخرجهم من هذا المفهوم وإنه بيكون في إشي مختلف. وهكذا خلال السنة كاملة كان التدريس والتمارين اللي مروا فيها. هلا تجربة التحدي الأول كانت زي ما حكيت إنه كيف أنا، تجربة الثانية كيف المشاركة ما بين المهنة والتدريس ومن ثم إخراج الطالب من مفهوم التلقيني إلى المفهوم الإبداعي. أنا دخلنا على المهنة وسميتها التوازن، التوازن لسبب إنه الإنسان اللي بيدرس برا جدا مهم إنه يعيش البيئة اللي بيشتغل فيها ويفهمها مظبوط، مش ينقل التجارب اللي شافها ودرسها. فمثلا من النماذج والأمثلة الأولى اللي اشتغلنا عليها، أنا ما بدي أدخل كتير في شغلنا الخاص بس هاي عبارة عن ريفرنس لإشي عم بحكي عنه. كتير زعجني مفهوم الإسكانات اللي زي ختم بكرر وبيخرب، خرب الحقيقة زي ما انتم شايفين تكتيلة عم كلها بوكسز عم تتكرر في هذا. فكان عندنا أول يعني تجربة لسكن اللي إعادة إحياء روح المجاورة، كيف الناس ممكن العائلات تعيش مع بعض، كيف التكتيل اللي ممكن يكون على المبنى ويعطي فراغات تربط الكوميونيتي والمجاورة مع بعض بكلاسترينج وعلاقات ما بين هذا. فهي كمان واحد من الثوابت اللي الواحد إنه المجتمع اللي بيشتغل فيه كيف يفهمه كيف يدرسه ويقدر ينقل، أو موضوع البيئة وعلاقة أي بيت بالداخل والخارج وكيف ممكن يربطه ويحيي الوحدة اللي بيشتغل فيها بعلاقات مختلفة ما بين البيئة المحيطة لأي بيت يشتغله أو أي تصميم. فهذا كان هاجس ثاني إنه يفهم الواحد مش بس الناحية الاجتماعية، لا الناحية البيئية، طبوغرافية المنطقة، النباتات اللي ممكن تكون جزء لا يتجزأ من التصميم. الغربلة، معلش أنا حاولت أعطي لكل هيك موضوع عنوان، حتى مفهوم الغربلة إنه أي شيء بيجينا من الخارج، كثير إحنا بيجينا معونات ومساعدات ومنح ومشاريع. أنا أعتقد إنه جدا مهم إنه نشوف كيف غربلتها حتى توائم البيئة اللي إحنا بنشتغل فيها. وهذا نموذج يعني مر علينا البعض بليز. هاي شركة أجنبية اشتغلت على وادي الأردن، مشروع المغطس في الألفية، في بداية الألفية كانت وزارة السياحة بهمها أنها تعمل مشاريع عشان الألفية الجديدة، فعملوا في المغطس مشروع وهي منطقة خدمات. ففي شركة طليانية أظنني كانت اشتغلت التصاميم كلها وكانت جاهزة للتنفيذ. لسبب ما شعروا إنه إذا لاحظتوا هذا المبنى، هذا المفروض كان المطعم للموقع، يعني هذا ناقصه مئذنة
بس لانه ما يعني ما 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 فاهمين ما, ما فاهمين كيف احنا يعني خلص بشوفوا في جوانب فكروا انه هذا ممكن ينعمل لكل شيء. فكان هذا التصميم احنا طلب منا العطاء جاهز، طلبوا منا انه نعدل قد ما نقدر، فحاولنا بقدر الامكان انه نغير بالتركيبه بدون ما ناثر على العطاء الرئيسي. هذا السوق يعني هذا كان المطعم، هذا السوق، ولبعض المعماريين اللي موجودين كثير له علاقه في جاودي، بدهم يحطوا الغور سواء المطعم او هذا بدهم يحطوا في هذا الغور، فاحنا حاولنا نستوحي في عندنا كثير مرجعيات وهذا من قصير عمرة او شيء له علاقه في المنطقه. فحاولنا على فكره كان مطلوب منا انه ما نغير لا في الكميات ولا في المواصفات ولا في خلص بدك هيك بسرعه بدك تعمل شيء مختلف، وهذا ما من هون بقول لازم يكون في اي شيء بيجينا لازم يكون في له غربله واطلاع هل بيناسبنا او ما بيناسبنا. هذا الناتج اللي هلا المفروض موجود في الغور الاردن سواء للسوق او لبقيه ال مسؤولية. دائما الواحد يعني أنا بشكل خاص بشعر الواحد بتقصير، يعني بتقصير نحو الأهل في فلسطين. ما يعني مش طالع بيده بشيء بالعربي، يعني مش قادر يعمل شيء. فصدفة إجانا مشروعين شعرنا إنه ممكن نقدم شيء أو نشتغل على شيء. المشروع الأول كان برضو في الألفية، يعني حظنا إحنا سواء كان المغطس أو هذا المشروع، هذا منطقة اسمها أو يعني مدينة بيت سحور جنب بيت لحم، كانوا بيحضروا لهذا. هلأ هذا أشرفنا عليه المشروع، والحقيقة النجاح في المشروع مش الشكل المعماري ولا لهذا، النجاح في المشروع قديش هذا المشروع ساعد الناس والكوميونيتي وقديش رفع من مستوى الدخل للناس. هيك كانت المنطقة، وهذا بعد يعني كل واحد يقابله بعد. فصاروا يفتحوا محلات، صار تحسن الوضع، وكثير كان بيساعد المجتمع المحلي في رفع مستوى المعيشة. بالنسبة لي أنا عم بتابع الحقيقة بين فترة أخرى، تخيلوش قديش الواحد بتصيبه سعادة بأنه مش الشكل المعماري قد ما هو الناس قدروا يستفيدوا من هيك مشروع. المشروع الثاني اللي كان في برضه في فلسطين في موقع تاريخي عمره حوالي 2000 سنة في برك، اسمه الموقع برك سليمان، بعود ل 2000 سنة كانوا هذولا يخزنوا فيهم المية وياخدوهم للقدس من أيام الرومان الثالثة، كانت مملوكية وفي قلعة عثمانية. فكان يعني هذا واحد من أحد البرك التاريخية الموجودة في الموقع، موقع ساحر لكن كان مع الأسف بحالة سيئة جدا. رممنا البرك وحولنا القلعة لمتحف وطني ومركز حرفي وقصر مؤتمرات أو مركز ثقافي للمشروع. هذول بعض المشاريع الموجودة، عندنا القصر الثقافي، المتحف، ومن ثم المركز الحرفي. وهذا المشروع الحقيقة هو مشروع قطاع خاص، وأنا الحقيقة كنت محظوظ بأنه يكون عندي هيك مالك، لأنه استوعب فكرة بأنه هيك مشروع لازم يكون لخدمة المجتمع ومساعدة المنطقة، لأنه في نقص كبير في خاصة في الضفة لهيك مشاريع. وبالفعل تجاوب معنا، وهذه هذا شغل حكومات مش شغل قطاع خاص، لأنه الأرض أرض وقفية استأجروها مستثمرين، فمش دائما يعني أنا متأكد رح يجي استثمار ورح يجي عائد، بس كمان في مسؤولية للكوميونتي وللمجتمع المحلي بمشاريع ثقافية سواء كانت مركز ثقافي أو متحف وطني أو حتى مركز حرفي لكل الحرف الفلسطينية. تغيير. أثناء يعني شغلنا وفي المهنة اشتغلنا أكثر من مسجد،
في الـ في الـ في الأردن. بالعكس يعني أنا معجب جدا بهالتصميم يعني. لكن اللي اشتغلناهم زي أي زميل إلنا يعني معظم شغلنا متأثر بالعناصر التقليدية الأساسية لأي مسجد، واشتغلنا كذا مسجد. الحقيقة هدول كانوا مسابقات لأضرحة الصحابة والمقامات، احنا اشتغلنا على اثنين ربحناهم ونفذناهم. لكن مين بقول انه لازم الجامع هيك يكون؟ ممكن يكون هيك. هذا واحد من المساجد اللي اشتغلنا عليه، برضو كان مسابقة لنخلة الجميرة، واحدة من النخلات اللي بلطوا فيها البحر في دبي. طرحوا مسابقة على الجزء الأساسي للنخلة، وكان إنه نصيب إنه يعني نربح المسابقة وننفذ المشروع. كثير يعني ليش ما يكون الجامع معاصر؟ ليش ما يكون يعبر عن الفترة التاريخية اللي إحنا بنشتغل فيها؟ ليش ما يكون يعبر عن تكنولوجيا العصر؟ ليش نضل ننسخ شيء له 100 سنة ولا 200 سنة نفسه ونعيده؟ إحنا عملنا هيك. لكن اجت فترة إنه يا أخي طب ليش ما نفتح شيء جديد؟ مش أنا لحالي على فكرة، أو مش مكتبنا لحاله، كثير في من الزملاء عم بجربوا. لكن هاي كانت واحدة من التجارب اللي اشتغلناها وتنفذت. أبدا مفهومها بأنه جدار القبلة عبارة عن جدار شفاف زجاجي بدخل الإنارة من القبلة بطريقة غير مباشرة لداخل المسجد. الإنارة الروحانية اللي جاية من اتجاه القبلة إلى داخل المسجد، وعملنا تأكيدا على القبلة، عملنا كونتراست تباين مع هذا الزجاج بالصخر اللي طموا فيه الصخرة اللي بلطوا فيه البحر في دبي. والمئذنة كانت رمزية، ما حد طلع يأذن هلا فوق يعني، كانت رمزية، وكان المفروض يكون في بانوراميك إليفيتر يطلعوا يشوفوا النخلة طلاب المدارس والناس وهذا يشوفوا النخلة. فصار في هدف مختلف عن لأنه بيستعد له هلا السماعات عشان يأذنوا، فاقترحنا بديل لها، وهكذا انبنى هذا بمفاهيم مختلفة والتدبير. هذه القبة برضو كانت فيها شفافية وتنقل الإنارة للداخل. هلا معلش يعني هذاك كان تجربة الأولى، برضو طلب منا لموقع تاني نعمل مسجد. هوني حاولنا نروح لأقصى ما يمكن في المعاصرة، رحنا للإكستريم. أول كنا خايفين من إنه نلغي القبة، قلنا يا عمي ما بصير، القبة رمزية خليها، المئذنة رمزية خليها. لكن قلنا واي ليش يعني؟ الوحيد اللي ممكن يضل رمزي هي المئذنة عشان تدل على موقع المسجد، والمسجد ممكن يروح يعني لأقصى ما يمكن من المعاصرة. فهذا كان المسجد عبارة عن قشرتين، قشرة زجاجية وقشرة معدنية في الداخل عليها أرابيسك باترن عربي إسلامي، بيفتح وبسكر مع الشمس. يعني الباترن الداخلية حسب الشمس بتفتح وبتسكر. فهذا بوتنشال يعني هو إمكانية وطرح مفاهيم معاصرة. وعلى فكرة هيك مساجد أنا متأكد أرخص من المساجد التقليدية، لأنه التقليدية بدك السكيلد ليبر، العمالة الحرفية اللي بطلت متوفرة، المواد شوية قد تكون غالية. بينما إذا عصر يعني مشينا مع المعاصرة قد تساعد بأنه حتى تخفض الكلفة، مش بس تنقل نقل أمين وصادق للمرحلة التاريخية اللي إحنا بنعيش فيها. فهذه كانت واحدة من الأسباب اللي خلتنا نجرب هيك التجربة. هذا يعني الليلي. الإدراك لما يشتغل واحد على مشروع يعني في ثوابت تاريخية، جدا مهم يكون عنده حس لهذه المعطيات، ويبدأ يبني
من الجذور إلى الأعلى، من البوتومز إلى الأبس. فهذا كان واحد من المشاريع اللي اشتغلنا عليها في ترميم قلعة قديمة في نفس الموقع اللي هو برج سليمان، كان عبارة عن مع الأسف زي ما انتم شايفين زريبة للغنم البعضه. هاي الصورة من الصور بعض الصور لكيف كان وكيف صار. حالة شوية كانت يعني سيئة، هذا قبل الترميم وبعد الترميم. هذا بعد ما انتهينا من الترميم. المفروض يصير متحف وطني، وهذا الناتج الأخير للمتحف الوطني. هاي بعض الشخص الداخلية للمتحف كيف صار هلا. هذه واحدة من القذائف حاولنا نخليها زي ما نحميها ونخلي ونورجي انه حتى الآثار ما رحموها وقذفوها. هيك المفروض هذه كلها تتعبى قطع أثرية خارجية، بس هلا في المرحلة اللي بنشتغل عليها. مشروع ثاني كان في جبل عمان جنب مدرسة المطران، بيت قديم اشترطوا الأمانة وكانت بدها تعمل فيه معهد عمان ونوليدج سنتر. فهذا كان كيفية التعامل ما بين القديم والمعاصر، طرح يعني مفهوم التباين والمصداقية بأنه هذا القديم وهذا المعاصر اللي دخل عليه، ووضوح في التدخل وكيفية التدخل اللي ممكن يدخل فيه الإنسان. هذا مع الأسف لا. هذا مكتبنا في جبل الويبدة، من سنتين لقينا بيت قديم بال 44 رممناه ونقلنا مكتبنا، وبرضو كيفية التعامل ما بين القديم والمعاصر. الاستمرارية، الاستمرارية الحقيقة هذا مشروع يعني أنا كنت مسميه حبر على ورق، بعدين قلت يعني يمكن ما تكون واضحة. حبر على ورق المعماري بمر في حياته بكثير من المشاريع ما بتتنفذ لسبب كثير، يعني أسباب كثيرة. مثلا واحدة منها هاي المشروع في أربيل العراق، أربيل العراق كردستان، تغيرت الحكومة طار المشروع، ويا مكتر الحكومات اللي تتغير، يعني ما وين ما كان تشوف كل يوم والتاني طلعت حكومة جديدة. تغيرت الحكومة على حظنا في هذا المشروع وطار المشروع، فصفى حبر على ورق زي هالمشاريع اللي مرات تلتقي. على كل هذا المشروع الحقيقة الحضارة الكردية حضارة غنية جدا بالألوان، فدائما معلقين هالسجاد الملون، يعني وأنا بتنقل من محل لمحل بين القرى دائما بتشوف هالسجاد. فاستوحينا الفكرة من سجادهم، وهاي السجادة أخذت الباترن، جردنا الباترن الموجود على السجادة، وكانت هي الجداريات مش كجدارية بل كجزء لا يتجزأ من المبنى، يعني بتشوفيه من جوا ومن برا. هذه المفروض تكون عبارة عن باترن السجاد اللي فيها زجاج معشع، المفروض يكون ستيند جلاس بيعبر عن، ونقلنا هالغنى الموجود في تراثهم وحضارتهم بمفاهيم معاصرة لطرح مفهوم المشروع. حتى استخدام المواد، لأنهم بيستعملوا الطوب الناري حاولنا برضو نستخدمه. هذه بعض الالمنتس اللي يعني حاولنا نستخدمها في المشروع، لكنه صفى حبر على ورق. يجب أن نؤمن الفرصة لهذول الأجيال ونخفف عنهم التحديات، لعل واحد منهم من جراج بيته يقدر يأثر على المجتمع وعلى العالم زي ما كتير عم بيصير في العالم. شكراً.